السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. النهاردة يا شباب معنا شرح لطريقة الحصول على بطاقة فيزا مشحونة بخمسة دولار صالحة لتفعيل البيبال او الشراء من الانترنت. فالنهاردة يا شباب بإذن الله هقدم لكم موقع اجنبي. الموقع ده هندخل نعمل فيه مهمات بسيطة، ومقابل المهمات اللي احنا هنعملها في الموقع ده الموقع هيبدأ يدينا بطاقة فيزا او مثلا رصيد بيبال او رصيد بيتكوين او اي حاجة انت عاوزها، لان الموقع فيه طرق سحب كتيرة جدا. تمام، فمش هطول عليكم اكتر من كده ويلا نبدأ في الشرح مباشرة. ولكن يا ريت الناس اللي لسه ما اشتركوش معنا في القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا بكل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. مبدئيا كده يا شباب ده الموقع زي ما انتم شايفين، وان شاء الله هسيب لكم رابط الموقع موجود في وصف الفيديو. طبعا اول حاجة لازم نعملها اننا نسجل في الموقع. هنا هنضغط على كلمة ساين ان ويت جوجل، يعني التسجيل بحسابنا في جوجل. هنبدأ نضغط عليها بالشكل ده، بعد كده هنختار حسابنا في جوجل اللي احنا عاوزين نسجل بيه، وهنا هننتظر بعض الثواني لحد ما يتم التسجيل في الموقع زي ما حضراتكم شايفين كده. وكده يا شباب احنا سجلنا في الموقع، ولكن في حاجة مهمة عاوز اقول لكم عليها، واننا ما حصلناش على 5000 اكس بي. طبعا الجائزة ديت انت بتحصل عليها لو انت سجلت من رابط صديقك، فانا طبعا ما لقيتش رابط لصديق ليا، فبدأت ان انا اسجل مباشر، فعشان كده ما خدتش ال 5000 اكس بي. تمام، فملحوظة مهمة جدا، الرابط الخاص بيها ان شاء الله في وصف الفيديو، لو انت عاوز تسجل منه سجل، لو مش عاوز ما تسجلش، ولكن لو سجلت من رابط لصديقك هتاخد 5000 اكس بي زي ما قلنا. تمام، دلوقتي بقى شباب كل اللي علينا عشان نبدا نسحب بطاقه فيزا او مثلا رصيد بيبال او رصيد بيتكوين، ان احنا هنجمع عمله الاكس بي زي ما انتم شايفين كده. دي عمله الاكس بي اهيت، احنا معانا صفر حاليا، فكل اللي علينا ان احنا هنجمع العمله ديت عشان نبدا نحولها لمثلا رصيد بيبال او رصيد بيتكوين او بطاقه فيزا مشحونه ب 5 دولار او 50 دولار لو عاوز، يعني في بطاقه كتير زي ما انتم شايفين. فعشان نجمع عمله الاكس بي عندك هنا ثلاث اختيارات زي ما انتم شايفين، هنا ده اختيار وده اختيار وفي اختيار هنا. هنبدا ناخد الاختيارات دي واحده واحده. هنضغط هنا على كلمه بلاي، تمام، وهنا طبعا بيكون موجود بعض الالعاب. هنا طبعا الموقع بيقول لك ان مفيش العاب حاليا وهيتم اضافه الالعاب قريبا، فاول ما يتم اضافه العاب ابدا ادخل للقسم ده وابدا العب عشان تكسب عمله الاكس بي. تمام، عندك هنا طبعا مجموعه من العروض. لو ضغطنا على الاختيار الثاني ده هنا ممكن تختار نوع الهاتف الخاص بيك وليكن اندرويد، وهيبدا يظهر لك تطبيقات هنا زي ما انت شايفين. عندك هنا بيقول لك حمل اللعبه ديت وهتاخد 18200 اكس بي، يعني 18200 اكس بي هتاخدهم بمجرد تحميل لعبه واحده زي ما حضراتكم شايفين. فانت لو فاتح التليفون ابدا اضغط على اللعبه وهيبدا يوديك لمتجر جوجل بلاي، هتبدا تحمل اللعبه ديت وهيتم اضافه لحسابك 18200 اكس بي هنا. تمام، فدي يا شباب اول طريقه. عندنا الطريقه الثانيه اللي هي ايرن، دي لو ضغطنا عليها هنا مجموعه من الشركات زي ما انتم شايفين. هنبدا كده نختار الاختيار الاول ده اللي هو سيرفي او استطلاعات. عندك هنا اربع شركات للاستطلاعات، يعني عندك اتنين مغلقين زي ما انتم شايفين هيبدا يتفتحوا لك، ولكن لما تعلي الليفل بتاعك في الموقع ده. فالمهم دلوقتي ان احنا عندنا شركتين شغالين اهوت ممكن نشتغل عليهم. مثلا عندك الشركه دي لو ضغطنا عليها كده هيبدا يفتح لك طبعا استطلاعات. هنبدا نشوف مع بعض كده زي ما انتم شايفين ده استطلاع اهوت. هنا طبعا دي بتكون مراحل بسيطه جدا، بتبدا ان انت تكتب تاريخ ميلادك وتحدد الجنس ذكر ام انثى والكلام ده كله، وتضغط هنا طبعا. وبعد ما تخلص الاستطلاع هيبدا يضيف لك 7500 اكس بي لحسابك زي ما انتم شايفين هنا. تمام، هو كاتب لي 7500 اكس بي. فبعد ما تخلص الاستطلاع ده هتبدا طبعا ينضاف لحسابك هنا الاكس بي. تمام، هنيجي بقى للاختيار اللي بعد كده وهو الاوفر. لو ضغطنا عليه كده هنا عندك ثلاث شركات زي ما انتم شايفين للعروض. طبعا الثلاث شركات دولت لو ضغطت على اي شركه فيهم هيبدا يحولك لمجموعه كبيره جدا من العروض. هتبدا تخلص العروض ديت وهيبدا ينضاف لي حسابك هنا عمله الاكس بي. وعندك هنا الفيديو لو ضغطنا عليها، هنا طبعا بيكون موجود فيديوهات، ولكن حاليا اعتقد ما فيش فيديوهات. فاول ما يكون موجود فيه فيديوهات هنا ابدا شيتها، والموقع طبعا هيبدا يديك مجموعه من عمله الاكس بي. فدول يا شباب اول طريقتين. عندنا الطريقه
الصلة التالتة لو ضغطنا هنا على كلمة اكونت عندنا هنا رابط الى حالة الخاص بيك. هنا الموقع بيقول لك هتاخد 5% عن كل صديق تدعوه، وكمان صديقك ده اول ما يسجل من الرابط الخاص بيك هياخد هدية 5000 XP. فمجرد انت ما تسجل من رابط صديقك هتاخد 5000 XP، اما لو انت اللي عاطي صديقك الرابط فانت هتحصل على نسبة 5% من عملة الاكس بي اللي هو بيجمعها. فدي بصراحة حاجة ممتازة جدا. تمام، دلوقتي بقى احنا شرحنا جميع طرق الربح من الموقع، هنيجي بقى لاخر حاجة وهي طريقة سحب ارباحنا من الموقع ده. هنضغط هنا على كلمة تريدم. هنا عندك زي ما انت شايفين عندك 7 وسائل لسحب الارباح، عندك ستيم، عندك حاجات تانية اهيت، وعندك هنا بيبال وبيتكوين، وعندك فيزا كارد، وكمان عندك امازون. فمثلا لو انت عاوز تسحب على البيبال هتضغط عليه بالشكل ده وتحط هنا الحد الادنى، مثلا هنختار 5 دولار. هنا بقول لك ال5 دولار ب50000 XP. تمام، فاول ما تجمع العدد ده من عملة الاكس بي هتبدأ تحط ايميلك البيبال هنا وتضغط على كلمة سبميت، وهيتم ارسال ليك 5 دولار على البيبال. فلو عاوز تسحب برضك بطاقة فيزا هتبدأ تضغط عليها بالشكل ده وتشوف انت عاوز تسحب بطاقة فيزا مثلا مشحونة ب5 دولار او 10 دولار او 20 دولار او 50 دولار، وتبدأ تحدد البطاقة اللي انت عاوزها. زي ما انت شايفين هناخد مثلا فيزا مشحونة ب5 دولار، وهنا طبعا بيقول لك الفيزا ديت هتحتاج منك عدد 50000 عملة اكس بي. فبعد ما تجمع العدد ده هتبدأ تحط ايميلك هنا وتعلم على المربع ده وتضغط هنا، وطبعا هيتم ارسال ليك بطاقة فيزا مشحونة ب5 دولار على ايميلك اللي انت حطيته هنا. ممكن بقى تفعل بيها البيبال وتستفاد منها بشكل كامل. تمام، فبس يا شباب ده كان موقع النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم الموقع، وان شاء الله هسيب لك رابط الموقع موجود في وصف الفيديو. وبكده بقى يكون انتهى فيديو النهاردة. يا ريت الناس اللي عجبها الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. واشوفكم في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.